السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روضة وأكاديمية العزيز النموذجية الصلب الصف العاشر مادة التربية الإسلامية المعلمة حنان العمائرة التاريخ 20/4/2020 الاثنين. عنوان الدرس سماحة الإسلام. في هذا الدرس لدينا حديث نبوي شريف، دعونا نقرأ هذا الحديث سويا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. المفردات والتراكيب: يسرا أي سهلا وخففا، لا تعسرا أي لا تشددا على الناس، بشرا أدخلا السرور وابعثا الأمل، لا تنفرا لا تبعدا الناس عن الخير وعن الدين، تطاوعا أي توافقا. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام واليا على اليمن، وكان حسن الصوت في القرآن الكريم، إذ قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود. وتوفي رضي الله عنه سنة 52 للهجرة. شرح الحديث النبوي الشريف: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يعلم أحواله وما يصلحه في الدنيا والآخرة، وقد شرع له من الأحكام ما يناسب أحواله وظروفه في كل الأوقات. ومن المبادئ السمحة التي دعا إليها هذا الحديث الشريف وهو التيسير وعدم التعسير. الأصل في الأحكام الشرعية التيسير على الناس، إذ يستطيع الإنسان أن يفعلها فلا يكلف فوق طاقته، ومن مظاهر التيسير مراعاة أحوال الناس وظروفهم. من الأمثلة على التيسير وعدم التعسير مثال قصر الصلاة وجمعها، فالله سبحانه وتعالى يعلم بأحوال الناس جميعها، والصلاة هي فرض كتبه الله تعالى على جميع المسلمين، ولكن الله تعالى قد أباح والإسلام أباح قصر الصلاة وجمعها في حالة المرض مثلا، أو في حالة السفر، أو إذا مثلا كان المناخ غير مناسب، وأيضا الإفطار في رمضان، فالإسلام قد أباح الإفطار في رمضان للمريض أو للمسافر. وأيضا من الأمثلة على التيسير وعدم التعسير أباح الأكل من الميتة إذا خاف الإنسان على حياته، وأيضا جعل فريضة الحج على المستطيع من المسلمين إذا كان مثلا الشخص لديه أسباب مادية أو جسدية. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على التيسير، إذ أنه لم يكتفي بالأمر بل اتبعه بالنهي عن التعسير بقوله: يسر ولا تعسر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأيسر الأمور عندما خير بينهما ما لم يكن إثما، ودعا المسلمين إلى التيسير على بعضهم البعض كل حسب مسؤوليته. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأئمة بالتخفيف وعدم الإطالة على المصلين في صلاة الفريضة، لأن فيهم الضعيف وفيهم المريض. ثانيا، ما جاء في الحديث النبوي الشريف التيسير وعدم التنفير. إن ترغيب الناس وحثهم بالأسلوب الحسن وتذكيرهم بفضل الله ورحمته له أثر كبير في إقبالهم على الأعمال الصالحة. وأكبر مثال قد نضربه في التيسير وعدم التنفير هي قصة موسى عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذهب إلى فرعون هو وأخاه هارون، ويدعوه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفرعون هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فالله سبحانه وتعالى قد قال لموسى وهارون: قولا له قولا لينا، وهو الذي طغى، وفرعون الذي طغى، والذي ظلم الناس، والذي قال: أنا ربكم الأعلى. الله سبحانه وتعالى قد دعا وقال لسيدنا موسى وأخاه هارون: قولا له قولا لينا، أي أن يبدأ بأسلوب الترغيب والأسلوب الذي يكون بالأسلوب الحسن حتى
يرغب هذا الشخص في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأيضا بالتذكير برحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه، فلا يعظم له معصيته حتى لا ييأس. وإذا لم يكن هناك جدوى من الترغيب فنبدأ بأسلوب الترهيب، وفي ذلك كله دعوة إلى نبذ العنف المجتمعي سواء كان في الأسرة أم في المدرسة أم في المجتمع، وأيضا التعامل مع الناس باللطف واللين والتسامح. ثالثا التطاوع وعدم الاختلاف. حث الإسلام على التعاون والوحدة وتقريب وجهات النظر وعدم التنافر. لماذا؟ لما في ذلك من أثر في تحقيق مصالح الأمة واحد، وشيوع الأمن والاستقرار اثنان، والتعاون على الحق. ففي الاختلاف فرقة وضعف وانتشار للفوضى والفساد. إذن يجب على المجتمع أن يكون يدا واحدة متآلفة ومتحابة، وعندما يختلف الإنسان في وجهات النظر وتتعدد آراؤهم لابد من مراعاة أدب الاختلاف، وذلك بالاستماع إلى الآخرين للاستفادة منهم واحترام الرأي الآخر والمناقشة بأسلوب هادئ ومقنع للتوصل إلى الصواب بعيدا عن العداوة والاستهزاء والاستخفاف بالآخرين. هنا نكون قد أتممنا درس اليوم. الواجب حل الأسئلة صفحة 75. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء في درس آخر نلتقي في القمة أكاديمية العزيز.